الناطق الرسمي باسم حزب التجمع الاتحادي القيادي بقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي. أهلا بك معنا سيد محمد. على المستوى السياسي هل هنالك أي رؤية لوقف هذا الصراع المسلح؟ لأنه حتى الآن لو استمعت إلى المتحدث باسم حكومة إقليم دارفور وهو يعني يطلق صيحة تحذير لمآلات الأوضاع إذا لم تتوقف هذه الحرب. مساء الخير عليكم وعلى السادة المشاهدين والسيدات المشاهدات وعلى الضيوف الأكارم، والتحية للشعب السوداني وهو يعاني الآن الأمرين من جراء هذه الحرب العبثية وفتنة الاقتتال التي يدور رحاها الآن في السودان. مؤكد أن قوى الحرية والتغيير منذ ما قبل اندلاع الحرب كانت تسعى جاهدة لمنع أي صدامات وتطور عسكري يؤدي إلى حرب شاملة ما بين الأطراف العسكرية سواء كان في الجيش السوداني أو قوات الدعم السريع. ومنذ اندلاع الرصاصة الأولى كان هنالك اتصالات متواصلة ما بين قوى الحرية والتغيير، قيادات قوى الحرية والتغيير والأطراف المتقاتلة في الخرطوم وفي بقية الولايات. هذا جزء من العمل السياسي المدني الذي نوليه اهتمام كبير، لأننا منذ الفجر 15 أبريل تحدثنا بشكل واضح بأننا ضد الحرب ومع إيقاف هذه الحرب العبثية حسب وصف قادة الفصائل المتقاتلة، حسب وصف قادة الجيش السوداني والدعم السريع. يجب أن تقف هذه الحرب لأن هذه الحرب بالضرورة لها تداعيات كبيرة. التداعيات سيتضرر منها كل السودانيين والسودانيات، ونشاهد الآن التداعيات الضخمة التي يعانيها المواطن السوداني سواء كان في انعدام الأدوية المنقذة للحياة، في عدم وجود المعينات لآلاف من مرضى الفشل الكلوي. يا سيد محمد، الأوضاع على الأرض تقول أن الحرب تتصاعد والأوضاع تزداد تعقيدا، إذن كيف يمكن إيقافها؟ هنالك مسارين انتهجتهم قوى الحرية والتغيير بالضغط اولا على قادة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع من اجل الإذعان للرأي غالب اهل السودان في التفاوض من اجل حسم هذه المعارك ووقف الحرب. وهنالك مسار اخر معني بالجوانب السياسية في التواصل مع القادة في إفريقيا وفي الوطن العربي وفي المجتمعين الدولي والإقليمي من أجل مساعدة أهل السودان في التوافق على حلول منطقية وموضوعية تعيد السودانيين مرة أخرى إلى ديارهم التي هجروا منها، وتوقف سيل المعاناة والضخمة التي يعانيها السودانيين الآن. أعني بالضرورة منبر جدة الذي يعد أحد المنابر الرئيسية والمهمة لوقف الاقتتال وإيجاد ممرات إنسانية آمنة تقي السودانيين شرور ما يحدث لهم الآن من عوز ومن افتقاد للمعينات الإنسانية سواء كان على المستوى الطبي أو على مستوى الغذاء، إضافة إلى المعاناة الضخمة من عدم توفر المرتبات، من انقطاع تام للكهرباء بمعدل 5 أيام في الأسبوع في عدد كبير من المدن الضخمة التي نزح إليها السودانيين القاطنين في ولاية الخرطوم. هنالك هذه المآسي بالضرورة تحتاج من المتفاوضين إلى المسؤولية والعناية والاكتراث بما يعانيه الشعب السوداني الآن والجلوس إلى طاولة التفاوض، ومؤكد بأن ما يريدون أن يصلوا إليه حربا بالإمكان أن نصل إليه جميعا بالتوافق تلما. محمد عبد الحكم، الناطق الرسمي باسم حزب التجمع الديمقراطي التجمع الاتحادي القيادي بقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، كنت معنا عبر الهاتف من نيروبي.